السيد عبد الملك سازوتي. ايضا اتوجه بالشكر الى الاطر والفعاليات الحاضره منهم الساده المحامون على السيد الاستاذ اشرفي الاستاذ بسو الاستاذ عثمان التونسي مشكورين. اتوجه بالشكر ايضا الى الاطارات المدنيه والسياسيه والجمعيات الحاضره كل باسمه وكل باطاره. طبعا احنا يعني ايضا الشكر موصول الى تنسيقيه حي جمال بيضاوة المكونه من ثلاث جمعيات: جمعيه الصفاء، جمعيه المستقبل التنمية والتعاون، وجمعيه السلام، اللي ربما اختاروا واحد الموضوع اللي هو يتعلق ببرنامج مدن بدون صفيح، واختاروا ان يكون واقع وافاق وتكون حي جمال بيضاوة نموذجا. اقول على ان اختيار هذا الموضوع هذا لم يكن اعتباطيا ولم يكن بمحض صدفه، بقدر ما هو كان محاولة جادة لكشف النقاب على أحد الملفات الشائكة داخل مدينة الطرائش، ألا وهو برنامج مدن بدون صفيح. هذا الملف الذي يختلط فيه ما هو قانوني بما هو حقوقي، هنا كنفتح القوس وكنلتمس من الأستاذ بسو على أن المداخلة ديالو تكون هي آخر مداخلة في الأرض، على اعتبار على أنه سوف يتم يعني معالجة الموضوع من الناحية القانونية. قلت على ان هذا الموضوع اللي كيتدخل فيه ما هو حقوقي وما هو قانوني، ويعني وبعض الاشكالات والتساؤلات اللي تطرح حول مدى تاخر يعني ومدى يعني الاسباب التي كانت وراء ربما فشل هذا البرنامج الذي خسرت عليه الملايير، يعني كل هذه المعطيات وكل هذه الاسباب اللي غادي نحاولوا نطرقوا لها من خلال هذا العرض اللي غادي يلقيوه الساده المحاضرين الكرام ان شاء الله. وغادي نبداو مع السيد عبد الملك التازوتي، فليتفضل. شكرا. محامون، تحيه للحقوقيين اللي كيتواجدوا معنا، وتحيه للصحافه اللي كتواجد معنا، وتحيه للساكنه اللي كتمثل الساكنه هنايا تعموم معنا. نرحبوا بالجميع. تحيه طيبه ملؤها الترحاب بالوجوه المشرقة التي تتشرف بهذه الندوة الثقافية تحت عنوان حصيلة برنامج بدون صفيح، واقع وآفاق حي جنان بيضاوة نموذجا. السادة الحضور، هل استفاد حي جنان بيضاوة من برنامج مدن بدون صفيح عقدة المدينة؟ ما طبيعته النوع العقاري بحي جنان بيضاوة؟ وما حصيلة هذا البرنامج؟ وما حقيقة إقصاء حي جنان بيضاوة؟ شكلت المبادرة الملكية التي أعلن عنها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله والمتمثلة في البرنامج في مدن بدون في برنامج مدن بدون صفيح لمحاربة دور الصفيح بالمغرب. وكما لا يخفى على الجميع فإن حي جنان بيضاوة كان ضمن برنامج مدن بدون صفيح عقدة المدينة. ففور صدور نموذج عقدة المدينة سارعت الجماعة بتنسيق مع الشركاء المحليين في قطاع الإسكان إلى بلورة دراسة مستعجلة من أجل الظفر بعقدة المدينة، نظرا للميزانية الضخمة التي صدرتها الوزارة. عقدة المدينة جاءت في إطار التنسيق مع جميع المصالح المعنية المشرفة على المشروع إعادة الهيكلة والمتمثلة بالسلطة الوصية العمالة، المجلس الجماعي، مندوبية الإسكان، ثم جاءت وكالة العمران لتندمج ضمن القائمة كشريك، وكما كان متفق عليه كمرحلة الأولى تشمل التخفيف من الاكتظاظ السكاني، والجزء الآخر فإنه يخضع لإعادة الهيكلة. وبعد استبشار الساكنة حي جنان بيضاوة انطلاقة عملية التصفيف التي شملت ستة أسر بعين المكان
سنة 2005 تفاجأت الساكنة بتوقف العملية بحكم وجود ملتمس تحفيظ لهذا الوعاء العقاري الذي دخل في برنامج وطني لمحاربة دور الصفير. في البداية كانت النوعية القانونية للعقار ملك خاص للدولة، وأصبح بين ليلة وضحاها بفعل فاعل ملك خاص غير تابع للدولة. كما تلاحظون في الشاشة هذه الزرق في عقدة المدينة هي 2003-2004. كما تلاحظون عدد الأسر 500، الطاقة الاستيعابية 500، الأسر المجمع ترحيلها صفر، ملك خاص للدولة. راه كتشوفوا بديك الإطار، راه مدورين عليها واحد الإطار، يعني هذا الشيء راه ماشي حنا اللي درناه ولا حنا اللي قلناه، هذا الشيء عقدة المدينة بمعنى أحسن. أما اللي اتفقوا عليه راه هو هذيك اللي كاينة، راه حنا كنشوفوها تما. واخا بالنسبة ل قلب السي هذا بالنسبة لعقدة المدينة اللي جات في 2013، يعني كتقول وضعية حي جنان بيضاوة، جدول الأسر التي تمت معالجتها في إطار عقدة المدينة والأسر متبقية، عدد الأسر الإجمالي حسب الإحصاء 572، وعدد الأسر التي تمت معالجتها 254، والأسر المتبقية هي 318 كما تلاحظون في الشاشة. والأسر المعنية بإعادة الهيكلة 318، والأسر المعنية بالترحيل لا شيء، المجموع 572. إذا هاد حنا باش نكونوا في عين المكان ونستبدوا في عين المكان، راه ماشي الساكنة اللي كتقولها، هذه راه عقدة المدينة اللي متفقين عليها الوزير والمندوبية الإسكان والجماعة والعمالة وكل من له علاقة بهذا الموضوع، هما اللي متفقين هذا كيتواجد هنا في الجدول هذا. الوضعية جدول التوضيحي للعقار، الله أكبر كبيرة، كاينة جنة بيضاوة، المرجع العقاري، العقار، طبيعة العقار، كاينة دايرين هنا الخواص، ما بقاتش ملك الدولة، هادي في 2013، المساحة بالهكتار 3.58. نوعية التدخل، اللي متفقين عليه المجلس البلدي ولا العمالة ولا كل المسؤولين في هذا القطاع، يقول لك إعادة الهيكلة بعين المكان. أنا ماشي حنا اللي كنقولوها أو الساكنة اللي كتقولها أو شي واحد، هذا الاتفاق اللي خرجت به الناس المسؤولين على هذا القطاع هذا، هما اللي قالوا لنا بعين المكان. لان لك تمت عمليه ديال الترحيل اللي جاو في الشوارع وهذا، الناس راه استردوا، عطاوهم هذا، بقاو هذوك الناس اللي هما موجودين تما، المسائل ديالهم واضحه عين المكان. لان علاش؟ حيت لجينا نشوفوا في الشهاده ديال الملكيه كما كتلاحظوا في الشاشه، هنا كيقول لك هانتا نجيكم من الاخر، متكونه من ارض عاريه تشتمل على اكواخ، هاد النقطه هذه اللي كنشدوا فيها حنايا،
تشتمل على أكواخ. هاد السيد اللي شراها بالعقار كيقول ديالو راه ما شراهاش فارغة، شراها بالناس اللي فيها. هادوك الناس شكون هما؟ هادوك الناس هما الجدود ديالنا. هنا من بعد نفتح واحد القوس وغنوصل لكم علاش حنا كنتواجدوا تما. بالنسبة لنقطة التحفيظ هذه سوف أتركها للأستاذ المحامي نقيف، أستاذ المحامي أترك له هذه النقطة هذه إن شاء الله محمد بستو ليوضحها لنا من الناحية القانونية. وبهذه المناسبة أريد أن أفتح قوس توضيحي للأسباب التاريخية وراء ظهور دور الصفح. نشأت أحزمة الساكنة بحي الصفيح أول مرة بمدينة العرائش خلال فترة الاستعمار الإسباني والفرنسي، فتناسلت وتكاثرت البراريك لتصبح عبارة عن أحياء، مثلا حي جنبيضاو. فكان المحافظ آنذاك يعتمد على جملة تشتمل على أكواخ شواهد التحفيظ، تشتمل على أكواخ، يعني إحنا. وهي رسالة نوجهها للتوضيح لكل من يشكك في الترامي على ملك الغير، لأن الرأي العام يقول لك ودي إحنا يا جينا وتسيبنا على ديك الأرض أو جينا وعطاونا ولينا وما عرفتش. لا، غلط. للتوضيح راه الجدود ديالنا عباد الله هما اللي كانوا تما، ما استافدوا شي. كان خص هذاك اللي شرى الارض كان خصو يعوضهم ولا يعطيهم المقابل ديال ديك الارض، تكون واضحه. لا، بقى الارض ديالو سليمه، لان السيد الرئيس المجلس البلدي كيقول لك حنا ما، اولا الناس المعنيه كيقول لك حنا ما نقدموهاش طبق من ذهب. وحنا كما قال نصري حنا دربنا ايه؟ حنا دربنا ايه؟ حنا علاش كتعسفوا علينا هذه السنين؟ انا من مواليد 1963، عندي الاخوان ديالي كثر مني خلقوا في ديك الحي، علاش كيعذبونا هكا؟ راه عار 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 على هاد الناس المسؤولين اللي هما كيتلاعبوا بالمواطن. اولا احياء عطاوها واحد الاسم، الاحياء المهمشه. هذا المصطلح راه ما خصوش يتقال عباد الله، الاحياء المهمشه. علاش حنا قرن 21 وباقي كنهضروا بهذا الاسلوب، هذا المنحط او الهشاشه؟ لماذا واحد كيتعسب مليون دفرانك، واحد كيتعسب بالخبز واتاي الى جبرهم؟ يا للعار. حنا كنوصلوا الرساله ديالنا، الناس المسؤوله على المواطن، المنتخبون فينا هما اللي هما خصهم يدافعوا علينا، هو خصو يكون جالس حدايا هنايا، هو خصو يوقف لي على الحق ديال هاد الناس اللي كيقولوا ضعفاء ومهمشين وهذا هما اللي خصهم. حنا علاش درناهم؟ حنا كمجتمع المدني علاش حنا جالسين هنا كنوصلوا هاد الرساله ديالنا؟ حيت الناس دارونا، عندنا غيره، حيت ما كتخلصوش، ما كان يعني متطوع. هذا هو الهدف ديالنا حنايا، حنا كنتوجهوا هنا في هاد القاعه مع هاد الاخوان وهاد الشرفاء اللي موجودين هنا. هذا راه الدور ديال المنتخبون والدور ديال البرلمانيين. واسفا واسفا، ان اعاده هيكله جنان بيضاوة في اطار برنامج ود وطني مدن بدون صفيح كان الهدف منه هو استئصال ظاهرة السكن الصفيحي لمدينة العرائش. والحصول على السكن اللائق والعيش الكريم. احنا عباد الله الناس ديال البركة راه معروفين شنو كيخرج من تما، لا داعي باش نبقى نهضر ولا نبقى نخسر الهضر. راه كيسبوا في انعدام الأمن جميع الجرائم اللي هي مشبوهة وخطيرة راه كتوجد في الأحياء الصفيحية.
صفيح كيما كان في العريس كامل داك المهضره ديالي ما كنهضرش عليها. كيف يعقل يجي عندنا واحد السائح وعايش يزورنا في البلاد ديالنا وعايش برا البرارك وحنا في القرن 21 وإلا جينا نهضروا ملي كنجيو للإعلان وكنجيو أمام الكاميرات كنقولوا العام زين ولكن حنا مضروبة فينا حتى سكتت. إذا كان هذاك المسؤول ناعس وعنده تروازيام ايطاج ولا كاتريام ايطاج حنا راه عاد بين الزيرة والأرض راه كنعانيو من البرد كنعانيو من الشتاء كنعانيو من الصيف كنعانيو من جميع المسائل يعني الميكروبات الأضرار الأطفال ديالنا كيتشردوا أنت جالس في الدار ديالك بحال اللي جالس معاهم في الشارع ما كاين شي حاجة اللي ما كاينش عباد الله. وانظروا بحال هاد الناس وانظروا بحال هاد الناس راه هادشي راه بزاف بزاف هادشي هذا للأسف تماشي والحصول على السكن اللائق والعيش الكريم تماشيا مع المجهودات السامية التي تضمنها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة ذكرى 48 لثورة الملك والشعب دعا من خلالها جلالته إلى ضرورة اعتماد برنامج وطني تضامني يحدد بدقة مسؤولية كل الفاعلين والمتدخلين وكل الجهات المكلفة بالترخيص والمراقبة والإنعاش العقاري بتفعيل المراقبة الصارمة والزجر والمخالفات في مجال التعمير والبناء وربط المسؤولية بالمحاسبة برنامج بدون صفيح انطلق سنة 2003 كان من المفروض انتهاء مدته سنة 2008 غير أنه لا شيء من ذلك تحقق بعدما تدخلت مافيا الفساد وسماصرة العقار ولا يخفى على الجميع فقد تم استقدام العديد من الغرباء هما اللي استبدوا راه ما استبدوش الناس المحصيه ولا الناس اللي في الحي اللي كيعانيو راه ما الا القليل انا لا اعمم ولكن كاين ناس اللي عندهم سلم 11 واللي عندهم مناصب عليا هما اللي استبدوا وحنا انا كنحتجوا. كان من المفروض انتهاء مده سنه 2008 غير انه لا شيء من ذلك تحقق بعدما تدخلت مافيا الفساد والسماصرة العقار ولا يخفى على الجميع فقد تم استقدام العديد من الغرباء عن اللائحة الرسمية للعائلات المحصية للاستفادة وهي جريمة كبيرة في حق الوعاء العقاري. وفي النهاية نسجل احتجاجنا كتنسيقية حيجنا بضوء على الإهانات المتكررة التي تلقيناها جراء الوعود الفارغة والمتكررة من طرف السلطات الإقليمية والمحلية والمنتخبون وجميع المتدخلين لحل ملف الصفيح لحيجنا بيضاو حيث لم تجد نفعا جميع الجهود التي بذلناها إلى أي حل أمام طول المدة والانتظار هذه الوعود الفارغة الوعود الفارغة إن كنتواجدوا باقي كنتواجدوا في البراك إذن وعود فارغ مادام أننا كنتواجدوا إلا ووعود فارغ أكررها وأكررها فإننا نحتج بشدة على هذه التصرفات المسيئة للساكنة وللمجتمع المدني ونطالب بوقف هذا النوع من التصرفات التي عفى عنها الزمن والمسيئة يعني انت كتلقي هذه المحاضره ديالك خصات فيها واحد النوع ديال العفويه والتلقائيه اللي لقات في هذه المحاضره ديالك واحد الطابع اللي هو طابع نضالي. طبعا العرض هو كان قيم يعني وانت مجموعه من النقاط اللي هي نقاط جوهريه بين النقاط اللي سجلناها هو انه كيف تحول هذا الملك من ملك عمومي تمتلكه الدوله الى ملك يمتلكه الخواص هذا هو مبدا الفرس اعتقد
يعني السؤال ديالك والموضوع ديالك هذا هذه النقطة هذه تطرح أكثر من سؤال. هنا كنسألوا أين هي الخطة الملكية؟ أين هم البرلمانيون؟ أين هو مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ هذا هو ما نحاول الإجابة عليه من خلال العرض الثاني الذي يقيم الإطار الحقوقي والفاعل الجمعوي الأستاذ مصطفى الشوقي، فليتفضل مشكورا. بالتالي شنو كان؟ مما أدى إلى خلق بؤرة سوداء وأحزمة ومحيطة بأحزمة في ضواحيها، مما تشكلت نقطة سوداء من حيث التهميش والهشاشة والإقصاء. من بعد شو جاء؟ من بعد جاء وقوع إلى تفجيرات دموية بالدار البيضاء سنة 16 مايو 2003. والمرتكب هذا الفعل الإجرام الشنيع هم شباب ينتمي إلى مدينة دار البيضاء. في هذا الصدد قامت الحكومة بالتنفيذ تعليمات مالية سامية لإعلان وانطلاق برنامج تضامني يتمثل في عقد المدينة، والذي يهدف إلى إبرام عدة اتفاقيات تشمل 85 مدينة صحيحية بتكلفة تبلغ 32 مليار ديال الدرهم. شو هاد التكلفة؟ شوفوا شحال العدد هنا في المغرب، 85 مدينة صحيحية والتكلفة الإجمالية راه 32 مليار ديال الدولار، وهذا برنامج ملكي. بالتالي شكون اللي كان بحضور، شكون اللي حضر؟ بحضور وزير المكلف بالإسكان وجميع المتدخلين عبر الأقاليم المغربية. هنا جاء دور مدينة العرائش. انعقد مدينة العرائش في عمالة مدينة العرائش عقد المدينة من أجل علاش؟ يعني تنص على أن هناك يعني كل مهام وظائف تتخص أولا عميل إقليم، ثاني رئيس جامع الحضري. هذو هم الأطراف المتعاقدة. الأطراف المتعاقدة في عقد المدينة ثلاثة، شكون هم؟ وزير الإسكان، وكاين الجماعة، وكاين عميل إقليم، وكاين رئيس جامع الحضري. هذو ثلاثة هم الأطراف اللي عقدت على المدينة عقدة المدينة، وكل واحد عنده اختصاص ديالو. من تما غادي نمشيو للمهام، المهام ديال العامل. هو شنو المهام العامل؟ هو التنسيق مع جميع الأشغال بين المتداخلين، وعنده هو رئيس الشرفي ديال الوكالة ديال توزيع الماء والكهرباء، وبالتالي تضمن تتبع والتعطير الساكنة في مرحلة ديال الترحيب أو تثبيت مواقع ديال الساكنة، وعنده واحد الدور مهم هو كذلك هو زجر المخالفين في زيادة عدد ديال المستفيدين، أو خلق واحد نواة جديدة تتعلق بقاطعي دور الصرف. هنا تيجي الدور ديال رئيس الجماعة الحضرية. رئيس الجماعة الحضرية الدور ديالو هو أساسي، هو منح الرخص، وتيقوم بالتجزيء وتسليم الأشغال، وتيقوم بالمساعدة، وتيقوم بواحد المساعدة ما بين السلطة والتهيئات العمرة. ولكن الدور الأساسي ديال رئيس الجماعة هو واحد تاخذ واحد الشكل صريح ديال الصرامة فيها، تيمنع أي زيادة في السكن اللائق. وهذا غادي نشوفو من بعد، باش علاش من بعد غنشوفو كل الإخلال ديال كل واحد من المهام ديالو، باش نشوفو على السبب ديال التأخير ديال مدينة العرائش بدون صافي. هذا باش نعطيكم هذه المهام كل واحد، غنشوفو الدور ديالو، من بعد غنحكمو علاش مدينة العرائش بقات أثرها. الدور ديال التهيئات ديال العمرة، شكون الدور ديال العمرة؟ العمرة تتقوم مهمتها هي في إنجاز المشاريع والدراسات، والحصول على
حصول التسويق والحصول على مداخل مستحقة ديال المستفيدين وتتحرير العقود ديال البيع وتسليم بقال تسليم التصاميم الهندسية للفرضية للمستفيدين. هذا دور ديال التهيئات مجموعة التهيئات. هنا تنجيو مندوبية الإسكان دور وعاد عندها خضر خوذ من ناحية ديال التهيئة العمرة هي أمينة المال مكلفة بالمال المال ديال اللي عندها هذا مشروع والمشروع ماشي يتبنى دائما بالدراسة ما هو إداري وما هو تقني وما هو مالي. المسألة ديال المال تتعلق بالتهيئات العمرة. المسألة ديال إذا بغينا نقول على شكل جمعية أو على شكل لجنة المندوبية ديال الإسكان تتختص بالكتابة. علاش نقولكم بأن من بعد ما نزيدوا في المناقشة ديال هذا البرنامج غنعطوا كل واحد على حدة. هاد المندوبية ديال الإسكان شنو الدور ديالها؟ هي الكتابة الإقليمية. والدور ديالها المصاحبة أو المرافقة في الإحصاء ديال السكن. وتتزودهم بالمعلومات كافية لأنها تقوم بواحد الدور تعطيري فيما يخص مثلا في التركيبة المالية أو المساهمة في مراقبة السكن غير اللائق. هذه دور ديال المندوبية ديال الإسكان. هنا نشوف المهام هذه كاملين غنشوف المهام ديال الوكالة. شنو هو الوكالة؟ الوكالة حضر ولكن ما كانش وكالة للعرايش. ديك الساعة كانت وكالة حضر ديال تطوان بعقد المدينة. ولينا عقد المدينة باش نطالب 2004 ماشي 2003 لأن عنده الظرف 4 سنوات باش تكون مدينة العرايش بدون صفح. طف 4 سنوات والتكلفة المالية ديال المشروع ديال مدينة العرايش 182.64 مليون ديال الدرهم. واش قلناكم من بعد شوفوا الارقام اللي عطيتكم الماليه من بعد غنفصلوها ونعرفوا شحال من حي صافحي. كاين حي صافحي 13 حي صافحي وهاد الارض 13 حي صافحي الاغلبيه ديالهم منقسم على حي كاين النهضه واحد النهضه جوج الجنباشه الغربيه والجنباشه الشرقي كاين الشطر الحي الجهادي الشطر الثاني كاين حي أزطوط كاين حي محصحاص جنابي ضواح حي الناظور مقبره السيد العربي جنة كاستيين وكاين غوادالوبي. علاش قلت لكم هذه الاحياء باش نعرفوا الحصيله؟ علاش قلنا لكم هذه الاحياء ماشي انطلقنا من العباس لان هذا باش نعرفوا الحصيله لان حنا عندنا العنوان ديالنا الحصيله باش نعرفوا شكون هما الاحياء اللي علموا على الاحياء بدون صفحه وهذه باش نعرفوا من بعد الحصيله. من هنا غادي ننطلقوا شحال العدد ديال السكينه. العدد ديال السكينه خصكم ترتبوا العدد 5434 اسره وتتوزع عليه اذا توزع الاسره هذه هنا 300448 اسره اشقى في عين المكان باعاده هيكلها و 1986 هذه غادي يقوم بترحيلها الى تجزئات الاستقبال. وهاد تجزئات الاستقبال شكون هما؟ عندنا تجزئات الاستقبال كاينه 8 كاينه تجزئات النصب كاينه تجزئات الحرشه على حسب بعض المدينه تجزئات لمبيكا وتجزئات الغديره وتجزئات عقبة الاميرات وكاينه ديال السيد العربي كاينه اطر الراديو كاينه تجزئات المحل. هاد التجزئات هادو عاتبوا في الاخر هاد العقد المدينه ما قاموش بالواجب ديالهم كاين اخلال كاين عده عشرة لكم هاد الاسماء من بعد غنناقشوا وغادي تجبروا الناس ما قاموش بالعقد المدينه كما يلوط بالمسؤوليه ديالهم. وهذا هو اللي خلى مدينه العريش الاسباب ديالها تخير. هذا هو اللي شوف اخر نطرق لكم المواضيع من بعد على غدا. بالتالي الوعاء العقاري اللي كان الوعاء العقاري قبل 2004 كانت كلها ارض ديال الدوله كلها ارض الدوله وجماعه الحضاريه بين شمشيه وضحاها مور لان من جاعه المدينه بقات يبان الناس تيبان لهم الهموس يبان لهم هاد الارض كدا هاد الارض هادي عمل شوف ديال هادي ديال واحد المسار تبلا واحد المسائل اخرى صنعوها بداو يصنعوا لان عقد المدينه جاء مفاجئ من بعد بقاو تيديروا تخطيط لان المخططين الكبار وضعوا واحد المساله اللي هي غير معقوله. غادي نطلقوا بلا علاش نقول غير معقوله لان في النقاش غادي تشوفوا بزاف الحوايج وبقاو معايا وغادي تذوقوا هذه المحاضره هذه الندوه تذوقوها وتعرفوا المخرج ديالها مزيان وتعرفوها لان هذه الندوه اللي ما يقدرش شي واحد يعرف حتى
التخريجه ديالها وعندنا مسائل اللي هي ما تعرفوش في المستقبل كيفاش ما درت علاش علاش ما عقلتش مدن بدون صفيح كتسال علاش تكون اول هي الاولى علاش بهذا لان الارض ديال علاش لان تيقول لك وعي العقاري ما كاينش وعي العقاري وعي العقار انت تشوف المجموع ديال العقار فهاد فعق المدينة 66.52 هكتار 66.52 هكتار نعطيك واحد الخصوص جنان بيضاء و 7 هكتار جنان بيضاء شنو عملوا لها جنان بيضاء ما عملوا لها شي جنان بيضاء الشمالية و جنان بيضاء الجنوبية لا هادو بصفة عامة بأن جنان بيضاء إطلاقا شوف هنا ضوقوا ما هضرش على جنان بيضاء الشمالية و جنان بيضاء الجنوبية هادو بصفة عامة أن جنان بيضاء 7 هكتارات إذا مشيت عقد المدينة أشغلوا جنان بيضاء 7 هكتارات بينما المشكل ديالي انطلقوا دابا لان عملوا واحد الخليه وهذه الخليه لان قبل ما نديروا حنا الخليه ديال التقطير ديال الجماعي شنو كان عندنا قبل ما نديروا حنا قمنا كجمعيه الصفاء قمنا باول مهام اللي قمنا به وهذا يذكر لان حنا كان نموذج بالمغرب كامل لان فينا شعرنا رئيس كان رئيس الدائره شعرنا بان غادي نقوموا بالترقيم الابواب خاف البداية قلنا له حنا غنديروا العلاج لتتادي زيادة البرامج جنان بيضاء وقمنا بأول ما قمنا درنا الترقيم الأول وصلنا ديال الأرقام الأول شحال وصلنا 558 بعد في الإجماع ديال الإحصاء مجمل الإحصاء وصلنا ما يفوق 600 أسرة وهذا الإحصاء شو أعطى؟ شو ينتج؟ عدة ملاحظات عملك حالات تساكن حالات المفسخ رجلتو المفهوم التقني شو هو السبب في التحقيق لان كاين اسر لان كاين زريبه اسر زريبه شو زريبه مكونه من عده براري عند الناس المشرع شو جا قال لك احصاء الاسر وليس الابواب هما ولاو تيعتمدوا على الابواب هذا من السبب الرئيسي انا هضركم ماشي نمشيو دابا المساله ديال التحفيظ غنشوف المساله ديال التحفيظ وهي هذا نشوف غريب في الامر استغرب الغريب من تجيو تجبرو هاد التحفيظ عنده اسم ديالو ديال الملك هو النهضة ولكن في الحي شنو الحي والمنزل كيف تحولت المنزل الى جنان بيضاء هذا غريب في الامر هذا لا ينطق هاد المحافظة عباد الله المحافظة يصبحوا اغنياء في المغرب لانه حل القانون هاد القانون خصه اعادة تعديل القانون 1919 هل القانون شو تعطي صلاحيه مطلقه تعمل لك مطلب تحفيظي هل مطلب تحفيظي تيدير المطلب التحفيظي اذا ودار لك في جريده رسميه او جريده وما عرفتيش ما درتيش شي تعرض تولي حق المحافظ تعمل لك هيك السياسه ويولي طه محمد لا طعن فيه لا يمكن الطعن وهذا هو الاشكال لان الناس ولوا اثرياء بدون مشروع بواسطه هاد المحافظين صحيح هذا هذا اكبر اشكال لان هذه الندوه هذه اللي غتعطي بزاف حول غادي تسمعوا من هذه الندوه وبالتالي حنا مشينا ديال هذه الحاله التساكن وهذه المسائل اللي كامله بالتالي كانت نزع الملكيه هذا نزع الملكيه هذو منتخبون عباد الله منتخبون واللي صوت عليها هذا الناس هذا الرابط صوتوا او ما ديت العلاج ككل وقعوا نزع الملكيه نزع الملكيه بتصوت الاغلبيه والمعارضه 2009 باقي الان هذه متحشله على المحكمه اصبحت الثلاجه ديال البلديه مجمد دابا مجمد هذا اشكال كبير هذا الولايه الثانيه وتنجيو تنقول لكم هذيك المساله ديال التحفيظ شنو هو المشكل الاساسي ان جنان بيضاء ستبقى في عين المكان ها الغالب شوفوا دابا ها التناقضات جنان بيضاء كاينه ان جنان بيضاء تحولت الى المنزل وفي نفس الوقت جنان بيضاء بقى في عين المكان وزادوا اكثر من ذلك قاموا بتصفيه 6 أسر سبونتنيه وكيفاش تصوروا هذه المساله هذا تلاعب هذه الارتجاليه العشوائي الناس عندهم شي منطق هذا لا منطق له هذا هو الغريب في الامر هذا بتشوف الواضح الامور كامل بتشوف واضح العين بالتالي غادي نمشيو ديال التصفيه غادي نمشيو الملف خون ديال الخلق وحتى زي اسميت الفتح سميت الفتح الانبعاث هذا هو بيت القصيد مربط الفرس
هذه التجزئه اللي تخلقت ما كاينش في عقل المدينه. تخلقت لان العمره ما بغاش يدخل العمره. علاش؟ لان الارض غير صافيه. المقاومة مع واحد المقاومين هو اللي يقوم تجهيزات ديال هذه التجزئه مقابل بقع ارضيه، عطاو اللي بغاو. وعاد جابوا الناس اللي استبدلوا منها، كان في الطرحيه ديال هي جنان بيضاوه والمحصات، جابوا الناس غرباء. وناس لا يشملهم عقل المدينه، احصاء عقل المدينه، ومشاو للفتح. وكاين اشخاص ذوي نفوذ استبدوا، وهذا شنو تقول؟ خصنا تعطينا المندوبيه الاسكان، لان هي المسؤوله تعطينا الاسماء اللي استبدوا في الفتح. لان هذا هو الفساد. لان تعمدوا بالتالي اكثر من هذا، غترفع دعوى قضائيه، اسمعني، غترفع دعوى قضائيه، يصدر حكم ايضا ابتدائيا واستئنافيا بدون محامي. بل ما دارش محامي. هذاك الشخص، هذاك الانسان غادي تربح دعوه بمبلغ يقدر 900 مليون. شو اللي خلصتها البلديه؟ ماذا تعني البلديه؟ تعني يعني فلوس ديال ساكن مدينه العرائش. بالتالي هذا ما مصير الساكنه؟ دابا هنا سؤال، ما مصير الساكنه ديال الفتح والانبعاث؟ المصير ديالو من خلال ان الارض شنو عنده؟ باقا في القصر. شو تحول القصر الى اسمنتي؟ يعني هذيك الارض ما يمكن لا تحفر لا والو، لو قعدوا ما كاين حتى حاجه، كاين الغيالات ما كاين حتى حاجه، هذا اشكال خور. شوف العريش فين تتخبط العريش، مدينه العريش. بالتالي غادي نمشيو كيفاش جنان بيضاوه شوف غنوقع على تحي الى منار واحد الى منار جوج، تعطيكم الوقائع. جنان بيضاوه اسم فيضان، لان كانت واحد السنوات الاخيره كتعرفت العريش امطار غزيره، مما ادت الى فيضانات بحال جنان بيضاوه وتسجل على حسب الوسائل الاعلاميه بزاف سجلوها المسائل. كان من بينهم يعني كانوا الناس كانت متضرره كبيره. جا العبيد كانت ما كانش جنان بيضاوه مخصصه لمنار واحد ومنار جوج. انا كانت تما واحد، كان العميل دخلت مع العميل قال لي شحال العدد ديال الناس اللي هي متضرره؟ ما كانش عندي العدد. قلت له انا تقريبا شي 120. قلت له فين يباتوا؟ قال لي ما عندي فين يباتوا، ما عنديش، فهمتي؟ بالتالي قال لي ان اول اجراء غنقوم به هو اليوم الاثنين المقبل، هاد الناس غيتحولوا الى المنار واحد. شحال تحولوا الناس؟ 40 واحد شرا المنار واحد. بالتالي كانت هناك منار جوج. هاد المنار جوج شنو هي؟ عبارة عن ضيعة فلاحية. باقي الآن ما عندها لا تجهيزات لا والو، ولكن مطرح ديال النفايات هذا مشكل. باقي الآن حاليا كاين مطرح، لأنه هذا بالتلوث يدخل في إطار المنظمة العالمية للمحافظة على البيئة. باقي مطرح كبير في المنار جوج باقي الآن. كان قال لي هذيك الساعة كنا ناقشناه، وهذه راه مدة ديال ناقشناه، قال لي غادي يردوا في ثلاثة درسانة. باقي الآن ما كاينش كاع حل باقي المطرح في المنار جوج. هذا المشكل، هذا ديال الفيضانات كيفاش تحولت. هذا دابا التنامي، المشكلة وصلوا ظاهرة التنامي في أواخر سنة 2019. مشينا حنا عند القائد ديال المنطقة، جلسنا معاه، تحاورنا معاه، قال لك عنده واحد، قال لك عنده تيقوم بواحد المسطرة قانونية 1266، قال هو تيحلهم على الملف النيابة العامة، وغادي يخرج من هنا 3 شهور. عادي خرج. حنا ديك الساعة قالنا شوف افتح علينا الباب، سد علينا الباب، قالنا خرجوا ديروا بيا الشكاية اللي بغيتوا. حنا كان بحقنا هذا هو الوضع. درنا واحد التنسيقية وصدرنا بيان استنكاري على التصرفات القايد اللي شد الباب المسدود، وما مشاش هذا المفهوم ديال السلطة الجديدة اللي نادى بها صاحب الجلالة. هذا إشكال خور. مشينا عند الباشا، فتح لنا الباب، ناقش معنا، وكان اي مستجد، لان الباشا قام دوره بالمفهوم ديال السلطه، قام بالمفهوم ديالو، ربما وصل للعامل. عاد كان هناك تدخل امني قوي
لهدمه البلدك اللي احتلت او استرامت على المساحه الارضيه البارده. حنا دابا هنا دابا ندخلوا هنا دابا نمشيو تجزئات المحيط. اسمح لينا شنو تجزئات المحيط؟ هاد تجزئات المحيط كانت مخصصه لساكنه القاطني دو الصافح. بين شمسي وضحاها تحولت الى تجزئه العسكريه. مقابل علاش لان انا حضرت مع العمران وقالوا بان كانت 20 هكتار ديال المحيط. علاش غادي تحول؟ لان هاد الناس اللي ساكن مثلا في البركي الزواده هادو هاد الناس القشله غادي الافراغ ديالهم وربما نقدروا نديهم المحيط من ما بقاش هما دابا الان تجبر البركي والزواده تقوم بناء عشوائي. من هو الراقب؟ لا حاسب ولا راقب. ناس خدامين تتبني بدون ترخيص. هذا اشكال تروح لمدينه العريش. اكبر من ذلك ناس دابا الان محصحص. انت شو تجزئات المحصحص؟ انه هناك دابا هذيك عملوا واحد كان محمد ديال الدوله لان دابا القطع ديال هذيك ديال المحصحص ديال السكه الحديديه قالوا لهم شنو ما بقاش المعيار هو 70 متر كاري. عرفتوا ب 70 متر كاري ونعطيكم انا كثار خصهم من الناس المستفيدين 80. علاش؟ اذا كنتوا معنا الناس في الحسبه في المحاسبه هو عدد شو غنشبروا شحال هكتار درتو من قبل؟ 66.2. اذا درنا كل هكتار شحال في 10 متر مربع؟ اذا عملنا العدد هذا قسمنا على عدد السكان اجربوا وزولنا الشوارع والحدائق ديال اللي كاينه غنجبروا 80 متر مربع. هذا هو شنو المشرع؟ كيفاش محصحص بغى يقول لنا اذا مشيتوا للمنار نعطيكم 80 وتسعين وكذا مشيتوا للمحصى نعطيكم 50 متر كاري. كيفاش ما هو دابا تنشوفوا هنا المرجع الاساسي هو عقد المدينه. عقد المدينه هو المرجع 80 متر ماشي 70 80 ويقول لي بالرياضيات بحسابها لان انا انسان درنا دي كالكول وبالتالي هذا الكتاب من هذا اللي تشوفوا عسكتكم تكون هذه المحاضره وهذه الندوه تكون قيمه وتكون عندها اشعاع وانتم تخلي انا الملقي ربما ما نعطيش كل شيء ولكن تخلي الملقي هو يفسر معاداته ويعرف شنو كاينه. انا اعطيتكم اشارات قويه وهذا الفهم يفهم ما نقول لكم شيء شنو كاينه وشنو كاينه المكان راه عطيتكم ايضاحه قويه. بالتالي شنو كاينه دابا هنا؟ غندخلوا المقترحات. لا كاين اسمحوا لي كاين عين الشوك دواوير اللي كانس في القرعه وتحولت الى المنظار الحاضر. هاد الدواوير هادو عين الشوك كذا الان من كاين دابا حنا كنا تنخافوا لان تنقولوا 2800 تكون او 2020 تكون ما بقاش البلاك ولكن ستزيد عام 2035 بقى البلاك. لان علاش؟ مش تشوفوا الزريبه ديال العريش هي دابا عين الشوك والبقاره وغديره والقادو هادو الزريبه ديال ما يسمى السياج المحيط ديالو الاخر مره. تنشوفوا دابا عين الشوك شوفوا شحال دابا التنامي ديال الظاهره البناء العشوائي. كيفاش غادا تماك والناس شنو علاش خلاو هاد الناس تماك؟ علاش؟ لان ناس عندهم غرض انتخابي صح صغماصره انتخابات لان ما يمكنش ينجح الا بهاد الناس اللي تسحوا قلعه انتخابيه صعبه. دابا خصنا اولا خصنا نكون حيطه ونحابه باش نقدروا على البلاد خصنا نقدروا اولا استعصاء الجذور في عين الشوك والبقره دواوير اللي ولات في المدار الحاضر. وبالتالي باش نجيكم نوضحكم الامر ان هذا عين الشوك وها البقره ما دخلوش تهيئات التصاميم ديال الوكاله الحضاريه. ليش؟ سؤال يطرح لماذا؟ ها علامة استفهام. هنا تجيو دابا الان هناك مقترحات والمقترحات والعلوم. شنو خص هذه المقترحات والعلوم؟ هو الاعتماد على عهد المدينه وعلى احطاء 2005. علاش؟ للتفادي الشبهات والسهول والمحسوب. هذا اللي خصنا الاعتماد ديالو. انا غنقول لكم واحد اكثر من هيدا ما غادي نمشيو هذيك اللي مخصصه المنحه المخصصه
لكل مستفيد تجيه إذا درتو دي كالكول شحال عطيتكم 182.64 قسمناها على عدد السكان شحال تجي 3 مليون لواحد. أنا تنقول إذا عطاو هذيك 3 مليون لواحد غادي يديروا تعاونية للبناء وتضامني من عش قدم. وهذه درت شنو درت دولة برازيل وقضات على الصفيح كامل. هذا مقطع تجي فيه هذا تعطيك مقترحات ديال العمل الجمعوي. وبالتالي هذا لأن هذا شنو الدور العمل الجمعوي هو قوة اقتراحية تشاركية حنا بين هذا الدور ديال المجتمع المدني كيفهم هذه المسألة. بالتالي شنو خصنا حنا هذا إلغاء الطبيعية ديال المواد ديال البناء ديال الطبيعية خاصها لأنها سكان تضامن وعكس هذيك الفوكاريم خاصها ترجع من جديد للقرون لذوي الضغط المحدود. تالي ونبدأ من الآن في الآخر اليوم جاء دور لا كان هذا قبل من نخسر كان هذا سبب لأدى إلى تأخير ديال إعلان مدينة العرائش بدون الصفيح انعكاس على التنمية الاقتصادية. لا يمكن إطلاقا أن يجي المستفيد أجي المستثمر واستثمر مدينة العرائش ومجي قلت وكيش الوعاء العقاري عندهم وعاء عقاري خاص للعمارات وليس للاستثمارات لامتصاص بطالة مدينة العرائش. هذا شيء آخر هذا كان انعكاس. وبالتالي اليوم جاء دور المجلس الأعلى للحسابات لي أن يلعب دوره كامل في التدقيق وفي الافتحار مالية برنامج مدن بدون صفيح ومع التحديد كل مسؤوليات المسؤولين سواء قائمين مركزيا أو محليا الذي تسببوا في تأخير هذا البرنامج الملكي لقضاء على دور الصفيح ولإعلان وكما ينبغي. وبالتالي ينبغي على المفتشية العامة لوزارة الداخلية ووزارة الإسكان أن تفتح تحقيقا جدا وفعالا على كل ما اقتصر تقصير في مهامه ليكون عبرة للآخرين. ومن هنا أدعو عامل صاحب الجلالة هو المسؤول الفعلي لنعمل يد في يد من أجل القضاء ما بقي من المدن ما بقي من الأحياء التي تعيش في الصفيح وإعلان مدينة العرائش بدون صفيح في سنة 2020. والسلام عليكم. شكرا الأخ مصطفى. الرباط سوف تكون مستمرة من أجل يعني الدفاع على الحق المكتسب. أيضا أقول على أن هذه الندوة اللي انضمنا اليوم هي بداية ديال خوض كافة النضالات من أجل يعني الدفاع على الحق المكتسب والحق الدستوري اللي ربما خصنا ندافعوا عليه بكل ما اوتينا من قوه. وكنقول لك على انه حقيقه ان في اخر هذه الندوه راه غادي نعملوا مجموعه من التوصيات واللي التوصيات غادي تكون جاده واننا غادي نرفعوها للجهات المعنيه وغنراسلوا كل الجهات وما غادي نسكتوش. قالنا الشق مجددا كنشكرك اخ الشوكي على هذا التفصيل اللي عطيتيه كيبين على انك فاهم الموضوع. شكرا لك بزاف على المعلومات القيمه. من الناحيه القانونيه ايضا معنا واحد الهرم من الهرمات ديال رجال القانون وفاعل حقوقي وسياسي الاستاذ نقيب بسو كنشكرو اللي يحاول على انه يوضع اليد على ما هو قانوني ويعني والثغرات القانونيه ويعني التلاعبات القانونيه اللي تمت في هذا الملف هذا لا سيما في خصوص المسطره ديال التحفيظ وهذا اللي مرت بواحد السرعه اللي هي سرعه قياسية. أستاذ السويت أنت مشكورا للإلقاء العرض. شكرا سيد الرئيس. أولا أستسمح الإخوان
أتقدم أولا بتشكراتنا أصالة عن نفسنا ونيابة عن زملاء المحامين الأجلاء الذين أبوا إلى أن يشاركونا في هذه التظاهرة الثقافية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والحقوقية لبلورة خلاصات وتوصيات. أتقدم إذن بتشكراتي للتنسيقية بجميع مكوناتها الجمعوية على بكافة المكونات الجمعوية على تنظيم هذه التظاهرة الثقافية، وكذلك أتقدم بتشكراتي الخالصة إلى زملاء المحامين المقتدرين الذين أبوا إلا أن يحضروا ويشاركونا هذه المحطة النضالية الأخرى في مسار الدفاع. كما أتقدم بالشكر أيضا إلى العناصر الرسمية وخاصة الأستاذة فاطمة رئيس جمعية التضامن اللي كتمثل العناصر النسوية بجانب الحضور النسوي اللي حاضر معنا أيضا. وأتقدم أيضا بتشكراتنا لكافة الحضور وخاصة أعضاء الممثلين ديال المجلس البلدي الأستاذ أشرافي والأستاذ خلالة. وأعتذر إلى نسيت أحدا منكم. فقبل ما ندخل هذا الموضوع هذا لابد من الإشارة، لأنه المسألة القانونية هنايا خاص باش الحضور ياخذ واحد الفكرة، وخاصة فيما يخص التحفيظ العقاري. أولا احنا أمام واحد المعضلة اللي هي ماشي خاصة بمدينة العرائش، وإنما أيضا هي مشكلة وطنية، بحيث أن هذا المشكل هذا هو وطني، وخاصة في مجموعة ديال التراب الوطني، وخاصة المدن الكبرى بحال مثلا احنا على سبيل المثال في الدار البيضاء كاين مشاكل بحال هادشي، وربما أكثر من ديال الأحجام البيضاوة. إلى جينا مثال ديال مثلا ديال الصفيح ديال طوما أو سكويلة، وكاين هاد الشيشة نفاس، وكاين كانت بلي ما كذا في طنجة، وكاين في مدن أخرى لا داعي إلى ذكرها، لأن باش ما نخرجش على الموضوع أنا غادي نصنفو. حنا الأرض ديالنا غادي ينقسم إلى قسمين، كاين المشكل ديال برامج محاربة الصفيح اللي عندها السلبيات ديالها، وربما النسبة ديال الإيجابيات، ولكن الإيجابيات عندها خلفيات أخرى غادي نحاولو نفتحوها. كاين المشكل الثاني هو المشكل ديال التحفيظ العقاري كمؤسسة قانونية وتشريعية. علاش غادي نطرقوا على المسألة ديال التحفيظ؟ لأن النموذج ديال الأرض ديالنا كيركز أيضا، إن حنا إلا شرنا على أن هذا المشكل هو مشكل وطني، ولكن حنا الأرض ديالنا ملكت مدينة العرائش، وخصوصا جنان بيضاوة كنموذج هو اللي كاين في الأرض. مع الإشارة اللي أشار لها الزميل الأستاذ الشوكي، وأعطى معطيات على أن الأحياء كلها ديال العرائش تعاني من ذلك، الكاريان جنان باشا وجنان أسطوط إلى غير ذلك. فغادي نقسم هذا المعطى هذا الى قسمين، كاين التحفيظ العقاري، خصوصا ان الساكنه ديال جنان بيضاوه تفاجئوا بان كاين هذا العقار هذا ومحفظ من طرف المسمى وكريم ولا شي شخص اخر ما عرفناش حنايا، هذه على حسب الافاده ديالنا، حنا مشينا غير بالمفهوم ديال هذا التحفيظ. فملي جابونا هذه الافاده حنا سبق لينا كنا ناظرنا جنان بيضاوه كان حاضر معايا الاستاذ الشوكي والعياشي واحد الوقت، مشكل ديال التطور ديال السيد القائد في هذا المشكل قبل ما تظهر البرنامج ديال 2004 اللي سناتو الدوله ديال محاربه ديال الصفيح، ما كنا نسمعوا لا تحفيظ لا هم يحزنون. وفعلا حسب الافاده قالوا بان كاين تحفيظ سنه 2006. حنا غادي نتساءلوا امامكم وكرجال القانون على هذه الوثيقه القانونيه ديال التحفيظ، لان التحفيظ راه ضحى المساله ديال جنان بيضاوه، الساكنه دابا ما قالها ما تقدر، ولكن في الواقع هما الحيازة ديالهم والتاريخ ديالهم موجود كما جاء على لسان المتدخل الأول الأستاذ الطازوطي مشكورا. كما تعلمون بإيجاز المصطلح اللي نقل لك التحفيظ هذا راه تم بواحد السرعة فائقة، واش في نهار ولا أسبوع ولا 10 أيام، مع العلم أن المصطلح ديال التحفيظ راه زوج القوانين كتنظمها، كاين جاد بالتنظيم ديال سعود رمضان 1913 في عهد الحمايه، وتزكات لان جوج القوانين في التعديله ديالها جات سنه 2011 جميع التشريعات. علاش جات بعد المساله ديال حركه 20 فبراير
وتأسست الوثيقة ديال الدستور، وبالتالي جل قوانين التعدين ديالها جات 2011. غير كإشارة فقط، أولا نعطي غير المحل التاريخي ديال التحفيظ، غير باش نعطيو لهاد الناس اللي كيقول لك راه التحفيظ بصورة، التحفيظ المفهوم ديالو عالمي شنو هو؟ التحفيظ الأصل ديال التحفيظ هي هي دولة ديال أستراليا. في أستراليا كان واحد العالم جيولوجي الذي يسمى روبرت تورنس، هو اللي قام باختراع هذا المفهوم ديال التحفيظ. وبالتالي جل دول العالم وخاصة الدول المتقدمة كفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا خداو بهذه المنظومة ديال روبرت تورنس، وهذا هو الأصل ديال مفهوم التحفيظ العقاري عالميا. وبما أن المغرب باش تخلوا هذه المسطرة ديال التحفيظ بعد الحماية، فهاد الحماية اكتشف فرنسا ملي تبنات المفهوم ديال هذا تورنس، هذا المفهوم ديال التحفيظ، دخلته المغرب وفق المؤسسة ديال الحماية. وبالتالي تسن ظاهر ديال 9 رمضان 2013 مشهور، وهو اللي بدا كيطبق في الأراضي في التشريعات في عهد الحماية، ولم يتم التعديل ديالو إلا بعد سنة 2011 بموجب قانون 0714 في سنة 2011، وهو اللي جاب التعديلات، جاب تعديلات بطبيعة الحال ونظمها وعطى المحافظ واحد الصلاحيه كبرى، واكد في التشريع ديال حده مقتضيات على ان مسطره التحفيظ فهي مسطره اداريه من بدايتها الى نهايتها، وكاين حاله استثناء اللي كتدخل فيها مساله ديال التعرض وكتدخل المرحله القضائيه ديال المحاكم اللي كتثبت في هذه القضيه. حنا غادي نمشيو نتسالوا على هذه المساطير بايجاز، لان حنا الدرس ديالنا راه التحفيظ غادي نركزوا باش نوضحوا هذه الوثيقه ديال التحفيظ اللي خاصها بجنب بيضاوه غير قانونيه بهذه السرعه ديالها. مساله التحفيظ كتبدا اولا مجموعه ديال المراحل، كاين الايداع المطلب ديال التحفيظ، ثم النشر وتعليق خلاصه المطلب، ثم عمليه التحديد. عمليه التحديد هي الدينامو ديال المسطره ديال التحفيظ، وغادي عاد نبينوها، وكتجي موراها عمليه المسح وانجاز التصميم العقاري. شكون اللي كيقوم به؟ كيقوم به المهندس الطوبوغرافي المساح، اللي هو من الشروط الاساسيه في القانون يكون مسجل لدى الهيئه ديال المهندسين تحت طائله البطلان، وهو اللي غادي يقوم بالاجراءات المعاينه ويقوم بالاستفسارات ويقوم بالتصاريح والتصاميم، وكيشكل ملف وكيحيلو السيد المحافظ. ثم نشر وتعليق الاعلانات عن انتهاء التحديد، ثم التوقع النهائي، ثم القرار ديال المحافظ. عنده عدة صلاحيات، إما بالتحفيظ إما بالإلغاء وإما بالإحالة على المحكمة فيما يخص مسطرة ديال التعرض اللي عندها القوانين ديالها والصفة ديالها، ما لا داعي باش ندخلوا في تفاصيلها لأن غدينا الوقت بزاف. أنا عطينا غير الموجبات، فهذه الموجبات كلها اللي كينص على ظاهرة 9 رمضان 1913 ولا قانون 0714 ديال 2011 ما كاينش في هذه الوثيقة ديال التحفيظ. هذا التحفيظ دابا كنقول له كنتحمل المسؤولية ديالي، مشكوك فيها أن جاو داو واحد الثقة باش يديروا الجنب ديال الساكنة في إطار التنسيقيات، باش طبيعة الحال ملي كيكون التحفيظ العقاري أو غصب عقاري راه كيطهر الملك نهائيا، واخا تكون ديالك راه عندك حق في التعويض فقط. حنا كنقولوا من هذا الأساس وكنطرحوها أمامكم على أننا كمحامي كرجل قانون كنقول كنستغرب تكون واحد الشهاده ديال التحفيظ، واخا حنا باقي ما طلعنا عليها الشهاده ديال التحفيظ حسب الافاده جات واحد السرعه، مع العلم ان المقتضيات القانونيه على الاقل 6 أشهر او سنه باش عاد تسلم الرسم العقاري. الا لم نقل تكون هناك تعرضات او تحفيظات وكتحل على المحكمه الموقره، وبالتالي كنخلي الحضور باش يتامل في هذه الوثيقه هذه، وغادي ندخلوا باش نشرحوا بايجاز هذه المسطره ديال التحفيظ هذه. في التشريع المغربي وفق مقتضيات الماده 0714 ان المغرب النظام ديال التحفيظ يعتبر من بين التشريعات والانظمه القانونيه الاكثر تطورا وتقدما في مجال الترسانه القانونيه، كما يعتبر اليه لتوفير الضمانه للملكيه العقاريه وحل مشاكل العقاريه، وهو موضوع جد متشعب ومتفرغ.
إن التشريع المنظم للعقار المغرب يزيد مدة عن مدة قرن من الزمن، وكذا يستوجب العقار في الدول الغربية هناك ما يسمى بظاهرة القلق العقاري، مما دافع بهذه الدول إلى استيراد مفهوم ديال روبرت توريس وتبنت الدولة هذه المسألة. لذلك مسطرة التحفيظ هي أصبحت مسطرة معقدة لأنها تعتبر مسطرة إدارية من بدايتها إلى نهايتها، وأن المحافظ أصبح هو سيد قراره مع حالة استثناء نص عليها القانون. كما أن مسطرة التحفيظ تتداخل فيها عدة عوامل، ابتداء من تقديم المطلب مرورا بعملية التحديد وانتهاء بتأسيس الرسم العقاري. كما أن عملية التحديد ومسح الأراضي تعتبر من العمليات الهامة والخاصة في التحفيظ العقاري والهندسي، وبالتالي أن المهندس المساح الطوبوغرافي يساهم بشكل فعال في عملية التحديد، لأن المطلب يضفي على العقار صبغة مزدوجة إما تخضع للقواعد العامة وإما تخضع وكذلك لقانون 0714 لحد القانون ديال التحفيظ العقاري. كما أن طالب التحفيظ عليه أن يقدم أصل الملك، وهنا يا بيت القاسم ملي قلنا هذا التحفيظ العقاري ديال جنان بيضاوة كنسألو أصل الملك ديال أصحاب هذو اللي جابوا لنا هذا التحفيظ العقاري، وكنخلي التنسيقية باش تمسك بهذا المطلب هذا وندخلو في التوصيات. هنا في كاين الإشكال الخاطئ قانونا، يجيبوا لنا سيدي أصل الملك علاش بناو المطلب ديال التحفيظ، أما القضية ديال كيفاش دارت مسطرة التحفيظ وحنا وضحنا هذا. وكذلك الرسوم العقارية أو العقود أو الوثائق القانونية والتي المثبتة للعقار، البيانات كما جاء على لسان الزميل المستشتوكي حتى التموقع ديالو، ودابا هذاك المساح ملي مشى للعقار غادي نشوفوا حنا التقرير ديالو كيفاش كان، لأن ملي قال لك النهضة احنا ولاد العريف كنعرفوا النهضة، النهضة راه كاينة ليه راه من نهار قليطو، النهضة واحد النهضة زوج، وجابوا التسمية ديالها للتغليط والتمويه. علاش؟ لأن ملي دخلوها هو في حي المنزل، واش جاب حي المنزل جنان بيضاوة؟ جنان المنزل تبع الأطو راديو، السكة القديمة، جنان بيضاوة متلاصق مع الحصحص، وبالتالي هنا كاين إشكال على المستوى القانون، كاين تساؤلات، على المستوى الواقع راه عندنا 70,000 تساؤل. البطاقات اللي كتبت الهوية ديال الساكنة ولا ديال الحائزين ديال العقار كلها كاينة في جنان بيضاوة بما فيها اللوائح الانتخابية. ثانيا البيانات التي تضمنها مطلب التحفيظ نوعان، في إطار الشكليات وفي إطار تسريع الأملاك العقارية مقابل الوصف، ونص المشرع بعد ذلك بعملية الإشهار واسعة. واش تمت عملية الإشهار في جنان بيضاوة؟ أنا لحد الآن هو عملية الإشهار كتكون واسعة، المسألة ديال التحفيظ راه الإشهار والتحديد من العناصر الأساسية ديال مسطرة ديال التحفيظ. علاش الإشهار؟ الإشهار كيكون واسع كتشمل الساكنة برمتها الحضارية والقروية، كتشمل الإدارات العمومية وشبه العمومية، وكتشمل الناس الجالية اللي في الخارج اللي كيجيو غير في الصيفية، كيخص هذيك المدة ديال الإشهار طول على الأقل 6 أشهر، وكتشمل السنة ديال العطلة الصيفية اللي كتكون تواجد فيها الجالية المغربية، لأنهم جلهم كيشتروا يقتلوا هذو العقارات هذه. عملية الإشارة ما تمش، أنا لحد الآن ما سمعناش حنا شي عملية إشارة، حنا ناقشنا العقار جنان فرانسيس دوزنا في 20 أو 30 سنة ديال المعركة، وبمجهودات ديالنا باش هذيك القطعه اللي داروا فيها دابا السوق النموذجي ما كتمشاش غير من بيضاوة، وكانوا غادي يديروا لها التحفيظ. ها هي دابا الساكنه استفدت منها، وكانت القضيه ديال الاشاره واضحه. اما مساله ديال الاشاره جنان بيضاوة لا علم لنا، الا كان هذا السيد عنده الوثيقه ديال التحفيظ يجب له اصل الملك والوثائق المدعمه اللي قدمها السيد المحافظ، لان حتى المحافظ العام غادي نراسلوه في هذا الشان هذا، لأن هذه المسطرة قانونية وأصبحت قضية قضائية وعقارية، وعندها السند القانوني هو أن التنسيقية ديالنا هي تنسيقية حقوقية، حقوق الإنسان كتشمل جميع الحقوق بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللي متعرفة لها عالميا، وبالتالي أن هذه الحقوق هي مكفولة دستوريا ومكفولة قانونا، لا داعي إلى يعني سلوك
يعني طرق ما غادي تبدا حتى شي حاجه، خصهم يجيبوا يواجهونا بهذه الوثيقه هذه القانونيه. اضافه للمساله ديال التحفيظ، المشرع من بعد التعديل ديال الظاهره 13 9 رمضان كاين ضمن التحفيظ العقاري والعقار بصفه عامه، في التعديل جات المدونه ديال الحقوق العينيه. من بين المدونه ديال الحقوق العينيه جات مجموعه ديال الحقوق، منها الحق الملكيه، الحق ديال الارتفاع، وحقوق اخرى لا داعي الى ذكرها، هي مجموعه كبيره. فهذه الحقوق هذه راه مرتبطه بهذا العقار هذا، واخا هذا الرسم العقاري راه هو باطل، فمن ناحيه ديال حتى المدونه ديال الحقوق العينيه راه هذيك الحقوق راه ما مسجلاش فيها. إذن هاد التنسيقية هذه في المطالب ديالها كتعتبر بلي هاد الحقوق ديال مدونة الحقوق العينية عندها علاقة مباشرة بهذا التحفيظ العقاري هذا، لأن التحفيظ علاش جا المشرع كان حكيما عندما دا مدونة الحقوق العينية لضمان الحقوق ديال الساكنات وديال الحائزين، لأن هاد الساكنة كانت كتفوز، والقاعدة الفقهية كتقول على أن الملكية سند الملكية هي الحيازة، وبالتالي الساكنة ديال الجنب لدواء كلهم كانوا حائزين هذا العقار وتم تغليطهم بهذه الوثيقة هذه. باش ما نطولش عليكم، كنعتقد على ان هذا المسار ديال التحفيظ اللي كينظمها ظاهرة 1913 والقانون بعد تعديل 2011/7/14 راه وضع الاسس القانونية ديالو ووضع المسائل كاملة، وحنا امام الامر الواقع. فاما راه غادي الناس اللي كيقولوا لهم عندهم شي وثيقة يجيبوا لنا، حنايا كنطالبوهم باش يحضروا لنا اصل الملك والوثائق والرسوم والكيفيه كيفاش تمت المسطره امام المحافظ والمده التي استغرقت فيها، مع العلم ان القانون صريح راه على الاقل 6 اشهر، هي غير عمليه الاشهار كتطلب 3 إلى 4 اشهر. والتحديد واش عملوا البورناج؟ الا عملوا البورناج قلنا في عملوا البورناج، واش قدام فرنيك ولا في جهه ديال دنبيرك ولا في القلعه ديال وحنا مشينا ندخلوا في هاد التفاصيل، كنعرفوا بانه هاد التحفيظ هذا ما غاديش يخلعنا، حنا ولاد القانون يجيبونا بما يفيد هاد الشيء هذا، لان هذه غير مطابقه للواقع، وحنا كنعرفوا ان جل عقارات العرايس كلها مزوره، وكتم واغلبيه ديالها تم السطو عليها والناس اغتالت بها ولا حد ساكنه للشارع، فهمتيني؟ ولهذا هذه الندوه هذه هي محطه نضاليه، يعني عندها واحد القفزه نوعيه في المستقبل، لانه هذه اللي انطلاقه الحقيقيه لتبيان الواقع. حنا ماشي واحد كيسرق بيض رجلنا باش نجيبوا في حاله التلبس ونديروا ندخموا له البيض، والناس ذات الملايير وباقي كتستغنى وندوزوا مرور الكرام. عندك شي وثيقه جيبها لنا سيدي، عندك شي مسائل قانونيه بسم الله دابا نزكيو لك المسائل ديالك، الا كان الاخر دوزها لك دابا غادي ندوزوا له، لان المسؤوليه الدستور نص على ربط المحاسبه بالمسؤوليه او ربط المسؤوليه بالمحاسبه، وحنا كنطالبوا بتفعيل القوانين التنظيميه ديال الدستور، ما نخلوش حنا هذيك الوثيقه. ومؤخرا عملنا ندوه فيما يخص المؤسسه الدستوريه، لان حتى المجلس الاعلى للحسابات راه دير تقارير هذه القضيه هذه، واكد على ان هناك فشل ذريع في تحقيق التنميه ديال 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 المتعلقه ببرامج محاربه ديال الصافي. وحنا بهذا الصدد هذا غادي ندخلوا المحور الثاني المتعلق ببرامج محاربه ديال الصافي بايجاز. حنا عطينا غير لبنه، لان المساله ديال التحفيظ كتطلب واحد الموضوع كبير، حنا ركزنا غير العلاقه اللي عندنا مع هذه المسطره ديال التحفيظ، جابوا لنا واحد الوثيقه كيقول لنا هذا العقار محفظ، حنا بالنسبه لينا وكنتحداو هذا العقار ماشي محفظ، ولا كانت شي حاجه محفظه يجيبوا لنا الوثيقه ديالها، وهذيك الوثيقه مشكوك فيها وربما غادي توصل المرحله القضائيه، الا ما جابوا لناش الوثيقه ديالها محرقه، والمحافظ ديال العريس والمحافظ العام غادي يتحملوا المسؤوليه ديالهم، لان القوانين واضحه، وما قلناش كنشتغلوا بظاهره 913 ديال عهد الحمايه ديال ليوطي، كنشتغلوا بالدستور ديال 2011 اللي زكاتو حركه حشيد في فبراير لجميع القبائل فيها. فيما يخص المساله ديال برامج المدن ديال الصفيح، كما تعلمون ان هذه القضيه هذه واشار اليها الزميل الاستاذ الشتوكي، هي المؤسسه هي اسباب النزول ديالها راه في الحقيقه ماشي على سواد عيون الساكنه،
وان كان بواحد الجانب كاين واحد الالتفاته راه كانت مشكل كما اشار اليه السيد في قضيه ديال الضبيطه ديال الانفجارات ولقاو بانه العنكبوت كما سماوها ولا العناصر اللي كتخرج من الكريانات خاصه من الضبيطه واش حنا عندنا هنا دواطومه ولا سكويله وتما وقع عليهم مشكل واكتشفوا واكدها واحد لا داعي نقول السميه ديالو اللي هو اللي كيمثل سيدي مومن والبانوسي من تما خرج هذا المشكل وعرفوا بانه المشكل الحقيقي ديال البطاله والانحراف والاجرام النتاج ديالو هذيك الدواوير ولكن الدواوير ماشي هما اللي خلقوهم لان الساكنه ماشي هي اللي اختارت عن طواعي تسكن في البرامج وانما اضطرت تسكن في البرامج علاش لانعدام السكن لانعدام الشغل للبطاله الفقر هذا هو اللي ادى لهذه المشكله وبالتالي الدوله فضلت على انها ارتكبت خطا وبادرت في انشاء مساله ديال البرنامج ديال محمد الدوله الصفيح سنه 2004 طبيعه الحال وشحال خصت ليها عاود تستوري يا خويا هذه خصت ليها تقريبا 45,000 مليار 45,000 مليار ربما غير السنه يعجز يقولها الا جينا كنا نحسبوها راه تبقى 100 عام باش تجمعها كامله دابا كتسالوا عليها فين مشات غادي تسالوها بالقانون فاكتار ديال التيت فرونسي هذه الملايين حنا دابا جابوا لنا التيت وجابوا الملايين ماشيه ما عرفتش فين مشات الا جينا نشوفوا هذه القضيه هذه ديال برامج مدن ديال الصفيح كيفاش الاسباب النزول ديالها كما اشرنا على ان المغرب يعني سعى الى تحقيق الهدف المنشود الذي يتجلى في القضاء على ديال الصفيح بحلول سنه 2020 حنا دخلنا سنه 2020 وكانوا كيقولوا لنا سنه 2020 غتكون قضيه صافي نهائيه حنا دوكا كانت قضيه مصفيه راه حتى الندوه ديالنا تكون متجاوزه ولكن عاد الندوه ديالنا اصبحت فارض الوجود ديالها لان هذا الهدف لم يتحقق بل تضاعفت نسبه الساكنه ديال دور الصفيح الا ان ذلك فشل على الاقل نسبيا بحيث ما بين قرابه 90 مدينه 45 مدينه فقط حققت هذا النشوء وتضمن مدينه الضريده حوالي 450 مدينه صفيح مثلا سيدي البرونسي ثم المديونه الى اخره فيما يخص المساله ديال العرايش المشكل ديال العرايش المسببات ديالو هو علاش باقي كيتسالوا واش ديال الصفيح يعني تم الانجاز ديالها كامل حنا كنقولوا على الاقل 41 ولا 50% اللي تنزل وتنزلت وباقي فيها الخواط اما كما جاء على السيد الشوكي حتى عين الشوك ما كيدخلوها الجار وبكار تقريبا واحد المجموعه ديال الصفيح لا زالت قائمه من بينها جنان بيضاء والمسببات ديال الفشل ترجع الى سببين اساسيين السبب الاول هو التاخير الكبير في تدخل الدوله لحل مشكله ديال الصفيح والمشكل الثاني ان اهم تحدي تواجهه الدوله في تحقيق هذا البرنامج هذا هو في نفاذ الوعاء العقاري بمعنى وضعف مساهمه السكن الاجتماعي وعدم تفضيله مقابل البقع الارضيه من اجل البناء الذاتي انا كاين زوج النقاط زوج ديال التحديات اللي جعلت كتفشل هذه المساله ديال برامج مدن الصفيح اولا كما قلنا ان الدوله تاخرت كاين تاخر الوتيره والتقرير ديال المساله ديال الحسابات جا في التقرير ديالو على ان هناك فشل وناتج على تباطؤ الوتيره المنصوص عليها قانونا في انجاز محاربه ديال الصفيح وهنا التساؤل شنو كيعني في هذيك التباطؤ هذاك هو التباطؤ اللي فيه الاخطبوط والتواطؤ ديال اللوبيات ديال العقار مع المسؤولين اللي ساهرين على تنفيذ البرنامج وجات في التقرير تحميل المسؤولين على هذا الانجاز المسؤوليه وهنا هادو علاش باغي يتعطل هذا الشيء هذا كلما تعطل وبقيت هناك دول صفيح كلما اختناوا واصبحوا مليارديرات وداروا عمارات علاش كاينه صفقات تحت الطاوله
كاينه صفقات راه ما كيشوفهاش بنادم، ما كدوز لا في الندوات ولا في المحاكم، كدوز غير عندهم هما. وبالتالي جا التقرير والدولة عرفت بأنه المشكل راه ماشي غير ديالها، حملت المسؤولية ديال المسؤولين المحليين والإداريين ماشي غير المركزيين، لأن في الرباط كيقول لك أسيدي أنا عندي ديال الرباط، عندي ديال دوار الحجة راني كنحلو، ولكن ما عنديش ديال دوار الطاولة البيضاء، ما عنديش ديال بليمة كذا في طنجة. إذا شكون المسؤولين؟ هما الجهة، والجهة عاود كتقول لك المسؤولين ديال وزارة السكنة اللي كتسهر على تنفيذ وإنجاز وإنجاح برامج مدن صافية. وخرج قرار مؤخرا على أنه هما المسؤولين الحقيقيين، علاش؟ لأنه هما اللي في الميدان وهما اللي كيعينوا العقارات. واش هذا اللي كاين هنا في العرايس؟ واش اللي في الدار البيضاء ولا في الرباط؟ هو كيعرف جنان بيضاء مثلا مباشرة ولا حي المحيط؟ راه كيعرفها المسؤول عن وزارة السكنة واللي عنده الملفات ديال محاربة ديال صافي، اللي كما قال لك الأستاذ الشوكي راه كاين في العقد المدينة، راه غادي نبقاو نطالبوا بخروج هذه الندوة من بين التوصيات إحضار عقد المدينة بصفة شفافية، وغادي يدخل في إطار القانون إطار الفصول والمواد اللي كينص عليها الدستور في الحصول على حق المعلومة. يحضرون هذا عقد المدينة هو اللي غادي يكتشف ويفضح التلاعبات اللي وصلت لي هذه البرامج، لأن الفشل جا من هنا من المشكل هذا. أنا ما غاديش نطول عليكم، غادي نقول على أنه المشكل أصبح واضح، مشكل وطني، ولكن فرعيا حنا في مدينة العرائش لازلنا نعاني يعني بهذا المشكل. وبالتالي أصبح يعني بوضوح أن الإشكال قانوني محض، فالمرحلة القضائية بين أيدينا حنا كرجال القانون، ولكن حنا غادي مع الخروج ديال التوصيات ما غادي نمشيو مع التنسيقية وغادي نتريتو ونعطيهم فرصة يحضروا لنا الوثائق القانونية لا ديال جنان بيضاء إلا كان الأمر يتعلق بالتحفيظ، ويحضرون عقد المدينة، ويحضرون التصاميم، ويحضرون الإحصائيات، ويحضرون الإنجازات لا ديال مؤسسة العمران ولا ديال مؤسسة العقاريين من العشرين العقاريين، باش غادي نعرفوا العلاقات اللي كاينة، وإلا غادي ننتقلوا للمرحلة القضائية، لأن القانون والدستور ينص على ذلك، ويعسهم يأكدوا من جديد على أن حنا هنا إضافة حنا هما هيئة ديال الدفاع، حنا كنمثلوا التنسيقية ونمثلوا المجتمع المدني. وبالتالي الدور ديالنا هنا في اطار التشاركيه الديمقراطيه والتشاركيه التمثيليه وكيضمن هنا الدستور والقانون. ولهذا كنقول من جديد كنتمنى لكم تخرجوا بتوصيات جديده، وشكرا لكم. شكرا استاذ نقيب بسو، دائما كما العاده وليس واكتفيت عن قيم بطبيعه الحال. هنا ان شاء الله غادي نفتح الباب ديال بعض الشق ديال المحاضرة، غادي نفتح الباب ديال التدخلات. سي عبد الفتاح التونسي غادي نفتح الباب ديال التدخلات، اللي عنده شي تدخل على انني نسجلوا ربما تدخل او تساؤل. مصطفى خاصة أعضاء الممثلين ديال المجلس البلدي الأستاذ الأشرافي والأستاذ خلالة، وأعتذر إذا نسيت أحدا منكم. فقبل ما ندخل هذا الموضوع هذا لابد من إشارة، لأنه المسألة القانونية هنايا خاص باش الحضور ياخذ واحد الفكرة، وخاصة فيما يخص التحفيظ العقاري. اولا حنا امام واحد المعضله اللي هي ماشي خاصه بمدينه العرائش، وانما ايضا هي مشكله وطنيه، بحيث ان هذا المشكل هذا هو وطني، وخاصه في مجموعه ديال التراب الوطني، وخاصه المدن الكبرى بحال مثلا حنا على سبيل المثال في الدار البيضاء كاينه مشاكل بحال هادشي، وربما اكثر من ديال جنان بيضاوه. الى جينا مثال ديال مثلا
ديال الصفيح ديال طوما او سكويلا، وكاينه هاد الشيشه نفاس، وكاينه كانت بلي ما كذا في طنجه، وكاينه في مدن اخرى لا داعي الى ذكرها، لان باش ما نخرجش على الموضوع انا غادي نصنفو. حنا الارض ديالنا غادي ينقسم الى قسمين، كاين المشكل ديال برامج محاربه الصفيح اللي عندها السلبيات ديالها وربما النسبه ديال الايجابيات، وديك الايجابيات عندها خلفيات اخرى غادي نحاولوا نفتحوها. كاين المشكل الثاني هو المشكل ديال التحفيظ العقاري كمؤسسه قانونيه وتشريعيه. علاش غادي نطرقوا على المساله ديال التحفيظ؟ لان النموذج ديال الارض ديالنا كيركز ايضا ان احنا الا شرنا على ان هذا المشكل هو مشكل وطني، ولكن حنا الارض ديالنا ملكه مدينه العرائش، وخصوصا جنان بيضاوه كنموذج هو اللي كاين في العرض. مع الاشاره اللي اشار لها الزميل الاستاذ الشوكي، واعطى معطيات على ان الاحياء كلها ديال العرائش تعاني من ذلك، الكاريان جنان باشا وجنان اسطوط الى غير ذلك. فغادي نقسم هذا المعطى هذا الى قسمين، كاين التحفيظ العقاري، خصوصا ان الساكنه ديال جنان بيضاوه تفاجئوا بان كاين هذا العقار هذا هو محفظ من طرف المسمى وكريم ولا شي شخص اخر ما عرفناش حنايا، هذه على حسب الافاده ديالنا. حنا مشينا غير بالمفهوم ديال هذا التحفيظ. فملي جابونا هذه الافاده، حنا سبق لينا كنا ناظرنا جنان بيضاوه، كان حاضر معايا الاستاذ الشوكي والعياشي واحد الوقت، المشكل ديال التطور ديال السيد القائد في هذا المشكل قبل ما تظهر البرنامج ديال 2004 اللي سناته الدوله ديال محاربه ديال الصفيح. ما كنا نسمعوا لا تحفيظ لا هم يحزنون، وفعلا حسب الافاده قالوا بان كاين تحفيظ سنه 2006. حنا غادي نتساءلوا امامكم وكرجال القانون على هذه الوثيقه القانونيه ديال التحفيظ، لان التحفيظ راه وضح المساله ديال جنان بيضاوه، الساكنه دابا ما قالها ما تقدر، ولكن في الواقع هما الحيازه ديالهم والتاريخ ديالهم راه موجود كما جاء على لسان المتدخل الاول الاستاذ الطاغوطي مشكورا. كما تعلمون بايجاز المصطفى الذي نقل لك التحفيظ هذا راه تم بواحد السرعه فائقه، واش في نهار ولا اسبوع ولا 10 ايام، مع العلم ان المستوى ديال التحفيظ راه زوج القوانين كتنظمها، كاين جات بالتنظيم ديال سعود رمضان 1913 في عهد الحمايه، وتزكات لان جوج القوانين في التعديله ديالها جات سنه 2011 جميع التشريعات. علاش جات بعد المساله ديال حركه 20 فبراير وتاسست الوثيقه ديال الدستور، وبالتالي جل قوانين التعديله ديالها جات 2011. انا غير كاشاره فقط، اولا نعطي غير المحطه التاريخيه ديال التحفيظ غير باش نعطوا لهاد الناس اللي كيقول لك راه التحفيظ بسرعه. التحفيظ المفهوم ديالو عالميا شنو هو؟ التحفيظ الاصل ديال التحفيظ هي دوله ديال استراليا. في استراليا كان واحد العالم جيولوجي الذي يسمى روبرت تورينز، هو اللي قام باختراع هذا المفهوم ديال التحفيظ. وبالتالي جل دول العالم وخاصة الدول المتقدمة كفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا خداو بهذه المنظومة ديال روبرت تورينز، وهذا هو الأصل ديال مفهوم التحفيظ العقاري عالميا. وبما أن المغرب باش تخلوا هذه المسطره ديال التحفيظ بعهد الحمايه، فعهد الحمايه اكتشف فرنسا ملي تبنات المفهوم ديال هذا طويس هذا المفهوم ديال التحفيظ دخلته المغرب وفق المؤسسه ديال الحمايه، وبالتالي تسن الظاهر ديال سعود رمضان 2013 مشهور، وهو اللي بدا كيطبق في الاراضي وفي التشريعات في عهد الحمايه، ولم يتم التعديل ديالو الا بعد سنه 2011 بموجب قانون 0714 في سنه 2011، وهو اللي جاب التعديلات، جاب التعديلات بطبيعه الحال ونظمها وعطى للمحافظ واحد الصلاحيه كبرى، واكد في التشريع ديال حده مقتضيات على ان مسطره التحفيظ فهي مسطره اداريه من بدايتها الى نهايتها. وكاين حاله استثناء اللي كتدخل فيها مساله ديال التعرض وكتدخل المرحله القضائيه ديال المحاكم اللي كتثبت في هذه القضيه هذه. حنا غادي نمشيو نتسائلوا على هذه المساطير بايجاز، لان حنا الدرس ديالنا راه التحفيظ غادي نركزوا باش نوضحوا هذه الوثيقه ديال التحفيظ اللي خاصه بجنان بيضاوه غير قانونيه بهذه السرعه ديالها.
مساله التحفيظ كتبدا اولا مجموعه ديال المراحل، كاين الاذاعه المطلب ديال التحفيظ، ثم النشر وتعليق خلاصه المطلب، ثم عمليه التحديد. عمليه التحديد هي الدينامو ديال المستوى ديال التحفيظ، وغادي عاد نبينوها، وكتجي موراها عمليه المسح وانجاز تصميم العقاري. شكون اللي كيقوم به؟ كيقوم به المهندس الطوبوغرافي المساح، اللي هو من الشروط الاساسيه في القانون يكون مسجل لدى الهيئه ديال المهندسين تحت طائله البطلان، وهو اللي غادي يقوم بالاجراءات المعاينه ويقوم بالاستفسارات ويقوم بالتصاريح والتصاميم، وكيشكل ملف وكيحيلو السيد المحافظ. ثم نشر وتعليق الاعلانات عن انتهاء التحديد، ثم التوقع النهائي، ثم القرار ديال المحافظ. عنده عده صلاحيات، اما بالتحفيظ اما بالالغاء واما بالاحاله على المحكمه فيما يخص مسطره ديال التعرض اللي عندها القوانين ديالها والصفه ديالها، ما لا داعي باش ندخلوا في 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 تفاصيلها لان غدينا الوقت بزاف. انا عطينا غير الموجبات، فهذه الموجبات كلها اللي كاينه على ظاهر 9 رمضان 1913 ولا قانون 0714 ديال 2011 ما كاينش في هذه الوثيقه ديال التحفيظ. هذا التحفيظ دابا كنقول له كنتحمل المسؤوليه ديالي مشكوك فيها، ان جاو داو واحد الثقه باش يديروا الجنب ديال الساكنه في اطار التنسيقيات، باش طبيعه الحال ملي كيكون التحفيظ العقاري او غصب عقاري راه كيطهر الملك نهائيا، واخا تكون ديالك راه عندك حق في التعويض فقط. حنا كنقولوا من هذا الاساس وكنطرحوها امامكم على اننا كمحامي كرجل قانون كنقول كنستغرب تكون واحد الشهاده ديال التحفيظ، واخا حنا باقي ما طلعنا عليها الشهاده ديال التحفيظ حسب الافاده جات بواحد السرعه، مع العلم ان المقتضيات القانونيه على الاقل 6 أشهر او سنه باش عاد تسلم الرسم العقاري. اذا لم نقل تكون هناك تعرضات او تحفيظات وكتحل على المحكمه الموقره، وبالتالي كنخلي الحضور باش يتامل في هذه الوثيقه هذه، وغادي ندخلوا باش نشرحوا بايجاز هذه المسطره ديال التحفيظ هذه. في التشريع المغربي وفق مقتضيات الماده 0714 ان المغرب النظام ديال التحفيظ يعتبر من بين التشريعات والانظمه القانونيه الاكثر تطورا وتقدما في مجال الترسانه القانونيه، كما يعتبر اليه لتوفير الضمانه للملكيه العقاريه وحل مشاكل العقاري، وهو موضوع جد متشعب ومتفرع. ان التشريع المنظم للعقار المغرب يزيد عن مده قرن من الزمن، وكذا يستوجب العقار في الدول الغربيه هناك ما يسمى بظاهره القلق العقاري، مما دفع بهذه الدول الى استيراد مفهوم ديال روبرت توريس وتبنت الدوله هذه المساله. لذلك مسطره التحفيظ هي اصبحت مسطره معقده لانها تعتبر مسطره اداريه من بدايتها الى نهايتها، وان المحافظ اصبح هو سيد قراره مع حاله استثناء نص عليها القانون. كما ان مسطره التحفيظ تتداخل فيها عده عوامل، ابتداء من تقديم المطلب مرورا بعمليه التحديد وانتهاء بتاسيس الرسم العقاري، كما ان عمليه التحديد ومسح الاراضي تعتبر من العمليات الهامه والخاصه في التحفيظ العقاري والهندسي، وبالتالي ان المهندس المساح الطوبوغرافي يساهم بشكل فعال في عمليه التحديد، لان المطلب يضفي على العقار صبغه مزدوجه اما تخضع للقواعد العامه واما تخضع وكذلك لقانون 0714 لحد القانون ديال التحفيظ العقاري، كما ان طالب التحفيظ عليه ان يقدم اصل الملك. وهنا يا بيت القاسم ملي قلنا هذا التحفيظ العقاري ديال جنان بيضاوة كنسالوا اصل الملك ديال الاصحاب هذو اللي جابوا لنا هذا التحفيظ العقاري، وكنخلي التنسيقيه باش تمسك بهذا المطلب هذا وندخلوا في التوصيات. هنا في كاين الاشكال الخاطئ قانونا، يجيبوا لنا سيدي اصل الملك علاش بناو المطلب ديال التحفيظ، اما القضيه ديال كيفاش دارت مسطره التحفيظ وحنا وضحنا هذا. وكذلك الرسوم العقاريه او العقود او الوثائق القانونيه والتي المثبته للعقار، البيانات كما جاء عن لسان الزميل المستشتوكي حتى التموقع ديالو، ودابا هذاك المساح ملي مشى للعقار غادي نشوفوا حنا التقرير ديالو كيفاش كان، لان ملي قال لك النهضه احنا ولاد العريف كنعرفوا النهضه، النهضه راه كاينه راه من نهار قليطو، النهضه واحد النهضه زوج،
وجابوا التسميه ديالها للتغليظ والتمويه. علاش؟ لان ملي دخلوها هو في حي المنزل، وجاب حي المنزل الجنان البيضاوي، جنان المنزل تبع الالتو راديو السكه القديمه، جنان البيضاوي متلاصق مع الحصحص. وبالتالي هنا كاين اشكال على مستوى القانون، كاين تساؤلات على مستوى الواقع، راه عندنا 70,000 تساؤل. البطاقات اللي كتبت الهويه ديال الساكنه ولا ديال الحائزين ديال العقار كلها كاينه في جنان البيضاوي بما فيها اللوائح الانتخابيه. ثانيا، البيانات التي تضمنها مطلب التحفيظ نوعان، في اطار التشكيليات وفي اطار تصريع الملك العقاري مقابل الوصف. ونص المشرع بعد ذلك بعمليه الاشهار واسعه. واش تمت عمليه الاشهار في جنان البيضاوي؟ انا لحد الان هو عمليه الاشهار كتكون واسعه. المساله ديال التحفيظ راه الاشهار والتحديد من العناصر الاساسيه ديال المسطره ديال التحفيظ. علاش الاشهار؟ الاشهار كيكون واسع، كتشمل الساكنه برمتها الحضاريه والقرويه، كتشمل الادارات العموميه وشبه العموميه، وكتشمل الناس الجاليه اللي في الخارج اللي كيجيو غير في الصيفيه. خاص هذيك المده ديال الاشهار طول على الاقل 6 اشهر، وكتشمل السنه ديال العطله الصيفيه اللي كتكون تواجد فيها الجاليه المغربيه، لانهم جلهم كيشتروا يقتلوا هذو العقارات هذه. عمليه الاشهار ما تمش. انا لحد الان ما سمعناش حنا شي عمليه اشهار. حنا ناقشنا العقار جنان فرانسيس، دوزنا فيه 20 ولا 30 سنه ديال المعركه، وبمجهودات ديالنا باش هذيك القطعه اللي داو فيها دابا السوق النموذجي ما كتمشاش غير في البيضاوي، وكانوا غادي يديروا لها التحفيظ. ها هي دابا الساكنه استفدت منها، وكانت القضيه ديال الاشهار واضحه. اما مساله ديال الاشهار جنان البيضاوي لا علم لنا. إذا كان هذا السيد عنده الوثيقة ديال التحفيظ، يجب له أصل الملك والوثائق المدعمة اللي قدمها السيد المحافظ، لأن حتى المحافظ العام غادي نراسلوه في هذا الشأن هذا، لأن هذه المسطرة قانونية وأصبحت قضية قضائية وعقارية، وعندها السند القانوني هو أن التنسيقية ديالنا هي تنسيقية حقوقية وحقوق الإنسان، كتشمل جميع الحقوق بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللي متعارف عليها عالميا. وبالتالي ان هذه الحقوق هي مكفوله دستوريا ومكفوله قانونا، لا داعي الى يعني سلوك يعني طرق غادي تبدا حتى شي حاجه، خصهم يجيبوا يواجهونا بهذه الوثيقه هذه القانونيه. اضافه للمسطره ديال التحفيظ، المشرع من بعد التعديل ديال الظاهره 13/9 اللي كينظم التحفيظ العقاري والعقار بصفه عامه، في التعديل جات المدونه ديال الحقوق العينيه. من بين المدونه ديال الحقوق العينيه جات مجموعه ديال الحقوق، منها الحق الملكيه، الحق ديال الارتفاع، وحقوق اخرى لا داعي الى ذكرها، هي مجموعه كبيره. فهذه الحقوق هذه راه مرتبطه بهذا العقار هذا. واخا هذا الرسم العقاري راه هو باطل، فمن ناحيه ديال حتى المدونه ديال الحقوق العينيه راه هذيك الحقوق راه ما مسجلاش فيها. إذن هاد التنسيقيه هذه في المطالب ديالها كتعتبر بلي هذه الحقوق ديال مدونه الحقوق العينيه عندها علاقه مباشره بهذا التحفيظ العقاري هذا. لان التحفيظ علاش جا المشرع كان حكيما عندما دا مدونه الحقوق العينيه؟ لضمان الحقوق ديال الساكنات وديال الحائزين، لان هذه الساكنه كانت كتحوز. والقاعده الفقهيه كتقول على ان الملكيه، سند الملكيه هي الحيازه، وبالتالي الساكنه ديال جنان البيضاوي كلهم كانوا حائزين هذا العقار، وتم تغليظهم بهذه الوثيقه هذه. باش ما نطولش عليكم، كنعتقد على ان هذه المسطره ديال التحفيظ اللي كينظمها ظاهره 1913 والقانون بعد التعديل 2011/7/14 راه وضع الاسس القانونيه ديالو ووضع المسائل كامله، وحنا امام الامر الواقع. فاما راه غادي الناس اللي كيقولوا هما عندهم شي وثيقه يجيبوا لنا، حنايا كنطالبوهم باش يحضروا لنا اصل الملك والوثائق والرسوم والكيفيه كيفاش تمت المسطره امام المحافظ والمده التي استغرقت فيها، مع العلم ان القانون صريح راه على الاقل 6 اشهر. هي غير عمليه الاشهار كتطلب 3 الى 4 اشهر. والتحديد واش عملوا البورناج؟ الا عملوا البورناج، قلنا في عملوا البورناج
واش قدام فرنيك هو ولا في جهه ديالو دمبيغاك ولا في الطلعه ديال وحنا الا مشينا ندخلوا في هاد التفاصيل نعرفوا بانه هاد التحفيظ هذا ما غاديش يخلعنا حنا ولاد القانون يجيبونا بما يفيد هاد الشيء هذا لان هذه غير مطابقه للواقع وحنا كنعرفوا ان جل عقارات العرايس كلها مزوره وكتم واغلبيه ديالها تم السطو عليها والناس اغتالت بها ولا حد ساكنه للشارع فهمتيني ولهذا هذه الندوه هذه هي هي محطه نضاليه يعني عندها واحد القفزه نوعيه في المستقبل لانه هذه اللي انطلاقه الحقيقيه لتبيان الواقع حنا ماشي واحد كيسرق بيض رجلا باش نجيبو في حاله التلبس ونديرو ندخم له البيض والناس ذات الملايير وباقي كتستغنى وندوزو مرور الكرام عندك شي وثيقه جيبها لنا سيدي عندك شي مسائل قانونيه بسم الله دابا نزكيو لك المسائل ديالك الا كان اخو دوزها لك دابا غادي ندوزو له لان المسؤوليه الدستور نص على المحاسبه بالمسؤوليه او رابطه المسؤوليه بالمحاسبه وحنا كنطالبوا بتفعيل القوانين التنظيميه ديال الدستور ما نخلوش حنا هذيك الوثيقه ومؤخرا عملنا ندوه فيما يخص المؤسسه الدستوريه لان حتى المجلس الاعلى للحسابات غادي يدير تقارير هذه القضيه هذه واكد على ان هناك فشل ذريع في تحقيق التنميه ديال 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 المتعلقه ببرامج محاربه ديال ديال الصافي وحنا بهذا الصدد هذا غادي ندخلوا المحور الثاني المتعلق ببرامج محاربه ديال الصافي بايجاز حنا عطينا غلابنا لان المساله ديال التحفيظ كتطلب واحد الموضوع كبير حنا ركزنا غير العلاقه اللي عندنا مع هذه الاستاره ديال التحفيظ جابوا لنا واحد الوثيقه كيقول لنا هذا العقار محفظ حنا بالنسبه لينا وكنتحدى وكنتحداو هذا العقار ماشي محفظ ولا كانت شي حاجه محفظه يجيبوا لنا الوثيقه ديالها وهذيك الوثيقه مشكوك فيها وربما غادي توصل المرحله القضائيه الا ما جابوا لناش الوثيقه ديالها محرقه والمحافظ ديال العريس والمحافظ العام غادي يتحملوا المسؤوليه ديالهم لان القوانين واضحه وما قلناش كنشتغلوا بظاهره 913 ديال عهد الحمايه ديال ليوطي كنشتغلوا بالدستور ديال 2011 اللي زكاتو حركه حشيد في فبراير بجميع القضايا فيما يخص مساله ديال برامج مدن ديال الصفيح كما تعلمون ان هذه القضيه هذه واشار اليها الزميل الاستاذ الشتوكي هي المؤسسه هي اسباب النزول ديالها في الحقيقه ماشي على سواد عيون الساكنه وان كان بواحد الجانب كاين واحد الالتفاته راه كانت مشكل كما اشار اليه الاستاذ الشتوكي قضيه ديال الضبيضه ديال الانفجارات ولقاو بانه العنكبوت كما سماوها ولا العناصر اللي كتخرج من الكريانات خاصه من الضبيضه واش حنا عندنا هنا دوار طومه ولا سكويله وتماك وقع عليهم مشكل واكتشفوا واكدها واحد لا داعي نقول السميه ديالو اللي هو اللي كيمثل على سيدي مومن والبانوسي من تماك خرج هذا المشكل وعرفوا بانه المشكل الحقيقي ديال البطاله والانحراف والاجرام النتاج ديالو هذيك هذوك الدواوير ولكن الدواوير ماشي هما اللي خلقوهم لان الساكنه ماشي هي اللي اختارت عن طواعية تسكن في البراليك وانما اضطرت تسكن في البراليك علاش لانعدام السكن لانعدام الشغل للبطاله الفقر هذا هو اللي ادى لهذه المشكله هذه وبالتالي الدوله فضلت على انها ارتكبت خطا وبادرت في انشاء مساله ديال البرنامج ديال محمد الدول الصفيح سنه 2004 طبيعه الحال وشحال خصت ليها عاود اسطوري اخرى هذه خصت ليها تقريبا 45000 مليار 45000 مليار ربما غير السر كيعجز يقولها الا جينا كاملين نحسبوها راه تبقى 100 عام باش تجمعها كامله دابا كنسالوا عليها فين مشات غادي تسالوها بالقانون فاكتها ديال التيت فرونسي هذه الملايين حنا دابا جابوا لنا التيت وجابوا الملايين ماشيه ما عرفتش فين مشات الا جينا نشوفوا هذه القضيه هذه ديال 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 برامج المدن ديال الصفيح كيفاش الاسباب النزول ديالها كما اشرنا على ان المغرب يعني سعى الى تحقيق الهدف المنشود الذي يتجلى في القضاء على ديال الصفيح بحلول سنه 2020 حنا دخلنا سنه 2020 وكانوا كيقولوا لنا في سنه 2020 غتكون القضيه صافي نهائيه
حنا دوكا كانت القضيه مصفيه، وحتى الندوه ديالنا تكون متجاوزه، ولكن عاد الندوه ديالنا اصبحت فارض الوجود ديالها، لان هذا الهدف لم يتحقق، بل تضاعفت نسبه الساكنه ديال دور الصافي، الا ان ذلك فشل على الاقل نسبيا، بحيث ما بين قرابه 90 مدينه 45 مدينه فقط حققت هذا النسب، وتضمن مدينه الضابضه حوالي 450 مدينه صافيه، مثلا سيدي البرنوسي ثم المديونه الى اخره. فيما يخص المساله ديال العرايش، المشكل ديال العرايش المسببات ديالو هو علاش باقي كيتسالوا واش ديال صافيه يعني تم الانجاز ديالها كامل. حنا كنقولوا على الاقل 41 ولا 50% اللي تنزل وتنزلت وباقي فيها الخواط. اما كما جاء على سيستم الشوكي حتى عين الشوك ما كيدخلوها جا وبكار تقريبا واحد المجموعه ديال الصفيح لا زالت قائمه من بينها جنان بيضاء. والمسببات ديال الفشل ترجع الى سببين اساسيين. السبب الاول هو التاخير الكبير في تدخل الدوله لحل مشكله ديال الصفيح. والمشكل الثاني ان اهم تحدي تواجه الدولة في تحقيق هذا البرنامج هذا هو في نفاذ الوعاء العقاري، بمعنى وضعف مساهمة السكن الاجتماعي وعدم تفضيله مقابل البقع الأرضية من أجل البناء الذاتي. أنا كاين زوج النقاط، زوج ديال التحديات اللي جعلت كتفشل هذه المسألة ديال برامج المدن الصافية. أولا كما قلنا أن الدولة تأخرت، كاين تأخر الوتيرة، والتقرير ديال المسألة ديال الحسابات جا في التقرير ديالو على أن هناك فشل وناتج على تباطؤ الوتيرة المنصوص عليها قانونا في إنجاز محاربة ديال الصفيح. وهنا التساؤل شنو كيعني في هذيك التباطؤ؟ هذاك هو التباطؤ اللي فيه الأخطبوط والتواطؤ ديال اللوبيات ديال العقار مع المسؤولين اللي ساهرين على تنفيذ البرنامج. وجات في التقرير تحميل المسؤولين على هذا الانجاز المسؤوليه. وهنا هادو علاش باغي يتعطل هذا الشيء؟ كلما تعطل وبقيت هناك دول صفيح، كلما اختناوا واصبحوا مليارديرات وداروا عمارات. علاش؟ كاينه صفقات تحت الطاوله، كاينه صفقات راه ما كيشوفهاش بنادم، ما كدوز لا في الندوات ولا في المحاكم، كدوز غير عندهم هما. وبالتالي جاء التقرير والدولة عرفت بأنه المشكل راه ماشي ديالها، حملت المسؤولية ديال المسؤولين المحليين والإداريين ماشي غير المركزيين، لأن في الرباط كيقول لك أسيدي أنا عندي ديال الرباط، عندي ديال دوار الحجة راني كنحلو، ولكن ما عنديش ديال دوار الطاولة الدار البيضاء، ما عنديش ديال بليمة كذا في طنجة. إذا شكون المسؤولين؟ هما الجهة، والجهة عاود كتقول لك المسؤولين ديال وزارة السكنة اللي كتسهر على تنفيذ وإنجاز وإنجاح برامج مدن الصافيه. وخرج قرار مؤخرا على أنهم هما المسؤولين الحقيقيين. علاش؟ لأن هما اللي في الميدان وهما اللي كيعينوا العقارات. واش هذا اللي كاين هنا في العرايس؟ واش اللي في الدار البيضاء ولا في الرباط؟ هو كيعرف جنان بيضاء مثلا مباشرة ولا حي المحيط؟ راه كيعرفها المسؤول عن وزارة السكنة واللي عنده الملفات ديال محاربة ديال الصفيح، اللي كما قال لك الأستاذ الشوكي راه كاين في العقد المدينة، راه غادي نبقاو نطالبوا بخروج هذه الندوة من بين التوصيات إحضار عقد المدينة بصفة شفافية، وغادي يدخل في إطار القانون إطار الفصول والمواد اللي كينص عليها الدستور في الحصول على حق المعلومة. يحضرون هذا عقد المدينة هو اللي غادي يكتشف ويفضح التلاعبات اللي وصلت لي هذه البرامج، لان الفشل جا من هنا من هذا المشكل هذا. انا ما غاديش نطول عليكم، غادي نقول على انه المشكل اصبح واضح، مشكل وطني، ولكن فرعيا حنا بمدينه العرائش لازلنا نعاني يعني بهذا المشكل. وبالتالي اصبح يعني بوضوح ان الاشكال القانوني محض، فالمرحله القضائيه رابين ايدينا حنا كرجال القانون، ولكن حنا غادي مع هذا الخروج ديال التوصيات حنا غادي نمشيو مع التنسيقيه وغادي نتريتو ونعطيهم فرصه يحضروا لنا الوثائق القانونيه لا ديال جنان بيضاوه، اذا كان الامر يتعلق بالتحفيظ،
ويحضرون عقد المدينه، ويحضرون التصاميم، ويحضرون الاحصائيات، ويحضرون الانجازات لا ديال مؤسسه العمران ولا ديال مؤسسه العقاريين من العشرين العقاريين، باش غادي نعرفوا العلاقه اللي كاينه، والا غادي ننتقلوا للمرحله القضائيه، لان القانون والدستور ينص على ذلك، ويعسهم ياكدوا من جديد على ان احنا هنا اضافه احنا هما هيئه ديال الدفاع، احنا كنمثلوا التنسيقيه ونمثلوا المجتمع المدني، وبالتالي الدور ديالنا هنا في اطار التشاركيه الديمقراطيه والتشاركيه التمثيليه راه كيضمن هنا الدستور والقانون، ولهذا كنقول من جديد كنتمنى لكم تخرجوا بتوصيات جديده وشكرا لكم. شكرا استاذ نقيب بس، ودائما كما العاده واكتفيت عن قيم بطبيعه الحال. هنا ان شاء الله غادي نفتح باب ديال بعض الشكر ديال محمد علي، غادي نفتح باب ديال التدخلات سي عبد الفتاح التونسي، غادي نفتح باب ديال التدخلات اللي عنده شي تدخل على انني نسجلوا ربما تدخل او تساؤل. Thank you.